السلام عليكم زوينين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده، مبروك عواشركم، يدخل عليكم الصحه والسلامه. وباش ما تمنيتو ان شاء الله يا ربي، الفيديو ديال اليوم هو غادي يكون تتمه ديال الفيديو اللي كان من قبل، اولا الوصفه اللي كنت شاركت معكم من قبل اللي هي الضلعه معمره بالكفته والكبده والروز والشامبينيون، كتجي من ألد ما يكون. ولا بقيتوا عاقلين كنت رافقتها واحد البريوات اللي كنت قلت لكم غادي نشارك معكم في الفيديو الجاي الحشوه ديالها اللي كيجيو بنان، بلا ما نبقى نشكر لكم بزاف. وايضا كنت رافقت هاد الضلعه، رافقتها بواحد المقيله الا كنتو شفتوها ديال المخ المشرمل، وحتى هي قلت لكم غنصورها لكم. هذاك المخ اش نقول لكم، السر ديالو هو المخ، راه معروف البنه ديالو معروفه، ولكن السر فاش كيبقى؟ السر كيبقى في هذيك لاصوص طوماط. لاصوص طوماط تيخصها طيب وطيب 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 حتى كتعلق وكتولي تبان لينا ليس، وكتولي تبان لينا بحال شي كومبوت، كتولي زوينه. وفاش كنديروا ليها الزيت ديك لاصوص طوماط حتى كطيب وكتعزل ديك الزويته ديالها. اما الا خلينا ديك مطيشه ما كنطيبوهاش مزيان وكنديروا ليها المخ والعطريه، فشنو كيوقع؟ كتفرز لينا الماء، كتولي تبان لكم مطيشه في جهه والماء في جهه. دونك السر فاش كيبقى؟ السر كيبقى في الطياب ديال المطيشه. وهاد الطريقه ديال المطيشه هي اللي فات ليا شاركت معكم بوزروك اللي كنطيبته بهاد الطريقه هذه. وحتى فاش كنبغيو نديرو مثلا مقيله ديال المطيشه بالبيض، ولا كنبغيو نديرو مقيله ديال المطيشه بالكروفيت مثلا، اولا نديرو مقيله ديال الكفته كواري، نطيبو لاصوص طوماط بهاد الطريقه، راه كتجي من اروع ما يكون. ما نطولش عليكم، ندوزو نشوفو الطريقه ديال الحشوه ديال البريوات، وايضا ديك المقيله ديال المخ اللي غادي نشارك معكم اللي كتجي لذيذه. هنا اول حاجه درت هو حكيت واحد ثلاثه ديال المطيشات، قشرتهم وحكيتهم، درتهم في المقله، ضفت عليهم شي شويه ديال الملحه وخليتهم بلا زيت بلا عطريه بلا حتى شي حاجه. كنبقى مره مره كنحرك في هذيك المطيشه حتى كتنشف وكنزيدها الماء، كنبقى نحركها هي كتنشف وانا كنزيد الماء، هي كتنشف وانا كنزيد الماء، حتى كتولي بحال اللي قلت لكم كتولي كومين كومبوت. في نفس الوقت درت واحد الطنجره اللي غليت فيها الماء، راه كيف ما كتشوفوا معايا هنا عندي الماء سخون، هنا عندي واحد المخ ديال البقري. الطنجره اللي انا سخنت فيها الماء ضفت عليها شي شويه ديال الخل وشويه ديال الملحه، وغادي ننزل فيها هذوك طريفات ديال المخ. هاد الطريقه اللي كندير ماشي كنسلق بها المخ، غير كطلع فيه ديك الغليه باش كيساعدنا نقدروا نحيدوا منه ديك الجليده اولا دوك العريقات ديال الدم اللي كيكونوا، في نفس الوقت كتحيد منه ديك ريحه الزفر. هنا كنرجع للمقله بحال اللي قلت لكم، غير كتبان لي ديك المطيشه ديالي كتنشف، كنزيدها الماء، كتنشف كنزيدها الماء حتى كطيب مزيان وكتعلق، عاد ديك الساعه كنزيدها العطريه. بالنسبه للمخ غادي غير طلع فيه الغليه غادي نحيدو، ومطيشه دائما على عافيه كتكون متوسطه. انا غادي نعاود نزيد عاوتاني الماء، مره مره كنحرك مره مره كنحرك، كتبان لي نشفات كنزيدها الماء. هنا غادي ندوز باش نصوب الحشوه ديال البريوات. خديت مقله درت فيها شويه ديال الزيت ودرت فيها بصيله وحده مشلده، انا راه دايره داكشي ديال يدو في يد خو كيف كنقول لكم دائما. غادي نضيف على البصله شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار فقط، وغادي نشحر ديك البصيله حتى تشحر مزيان وتدبال. كنرجع عاوتاني للمقله، هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا البوطه راني درت فيها كنطيب الحشوه ديال البريوات، وفي نفس الوقت المخ درتو باش يغلى لي ديك الغليه الاولى، وفي نفس الوقت كنطيب مطيشه اللي غادي نطيب فيها المخ. هنا لقيتها باقي خاصها مازال طياب، هانتوما المخ صافي طلعت فيه الغليه بارك عليه. انا دابا شويه غادي نحيدو، كنرجع مره مره كنرجع لديك البصيله باش ما نكلفكمش ديك البصله، كنعاود نحركها راه ملي كنوقف فوق البوطه ما كنحيدش، كنبقى حتى كنكمل طياب. نعاود نزيد مازال الماء، وكيتها باقي مازال خاصها واحد شويه حتى كتدبال ديك مطيشه، ما كتبقاش واقفه شاده في راسها، حتى كتدبال وكتولي رطبه بزاف بزاف.
تما كنعرفوها باللي راها طابت ومستعده انها باش تولي عندنا اون صوص طوماط اللي نقدروا نطيبوا فيها اي حاجه. هنا كي قلت لكم غادي نرجع للمخ، طلعت فيه الغليه، غير كطلع الغليه كنحيدو، غادي نحيدو غنصفيه مزيان من هذاك الماء وغادي نخليه على جنب حتى يبرد. نعاود ناكد لكم المخ ما كنسلقوش، راه غير كطلع فيه الغليه كنحيدو. نرجع للبصيله ديالي، نحرك مره ودابا غادي نضيف الكفته. بالنسبه للكفته عندي نص كيلو ديال الكفته، درت بصيله واحده شلطتها مع نص كيلو ديال الكفته. غادي نفرتت هذيك الكفته ما نخليهاش تبقى صحيحه، غادي نفرتتها كامله. غنضيف عليها شويه ديال الكمون، شويه ديال التحميره، غنحرك مزيان. نضيف شويه ديال الربيع، نحرك جميع العناصر باش يندمجوا مع بعضياتهم. وانا كنحرك وانا كنفرتت في ديك الكفته باش ما نخليهاش صحيحه. كنرجع لاصوص طوماط، نزيد شويه ديال الماء، راه هي بدات كطيب البنات، شوفوا معايا الشكل ديالها كيف ولا مقارنه مع الاول فاش وريتها لكم، راه بدات كطيب. هنا عندي الكفته من بعد ما طابت ليا غادي نضيف عليها الكميه ديال الروز اللي كانت شاط ليا من الضلعه. البنات اللي تبعوني وتفرجوا في الفيديو ديال الضلعه المعمره كنت شيطت واحد شويه ديال الروز وقلت لكم هذا غادي نعمر به البريوات. تقريبا درت واحد جوج حفينات ديال الرز مسلوق. وبالنسبه للرز الا بقيتوا عاقلين المره الفايته قلت لكم راه ما كنسلقوش بزاف لان مازال تابعوا الطياب. هنا غادي نزيد لاصوص صوجا، نزيد واحد شويه وغادي ندير شي شويه ديال الحار، هذا كيبقى اختياري. بالنسبه للضلعه العماره اللي كنت شاركت معكم راني قلت لكم طيبتها او لا عطرتها بالعطريه اللي عندنا في الدار، ما زدت عليها حتى شي حاجه الا البريوات فقط هما اللي زدت عليهم لاصوص صوجا. بالنسبه لاصوص صوجا كتبقى اختياريه، هي كتعطي واحد اللذه رائعه للبريوات، بغيتوا تضيفوها ضيفوها، ما بغيتوش تضيفوها لكم الاختيار. من بعد ما الحشوه ديالي طابت غادي نفرغها في واحد الاناء، غادي نخليها حتى تبرد مزيان، عاد غادي ندوز باش نبدا نعمر بها الورقه ديالي. دابا هنا المخيخ من بعد ما سلقته، ماشي سلقته خليته كيبقى يطبخ يطبخ يطبخ، لا الماء كان سخون، خليت هذاك الماء الماء كان سخون، درت فيه ديك المليحه كيف ما شفتوا معايا شويه ديال الخل وغطست فيه هذاك المخيخ، غير طلعت فيه الغليه حيدته. شنو غندير؟ خليته حتى برد، ما كنجيوش تقربوا ليه داك الساعه حتى يبرد يشد في راسو. دابا غنحاولوا نحيدوا منه دوك هذوك هاد العريقات اللي كيكون فيهم الدم ونقيو هكا، الا كان شي عظيم ولا شي حاجه نحيدوا بحال هذا الشيء نحيدوه، الا كان شي عظيم وعاد نقطعوه داك الساعه ونضيفوه لاصوص طوماط اللي احنا غادي نديرو. هنا الزوينين ديالي المخ من بعد ما نقيتو مزيان مزيان حيت من دوك العريقات ديال الدم، كندوز كنقطعو طريفات، وردوا البال بالنسبه للطريفات كنقطعهم طريفات تيكونوا مهبرين شي شويه غليوضين. الا قطعتو صغير فاش غادي يزيد مازال يطيب غادي يتفرتت لينا، وانا عندي غراضي به انه يبقى صحيح ليا في الطياب. هنا غنرجع للمقله ديال لاصوص طوماط، غنضيف عليها واحد شويه ديال الطماطم المركزه وغنزيد عليها شويه ديال الزيت البلديه. شوفوا معايا مطيشه كيفاش ولات، يعني غير الشكل ديالها في المقله بلا ما نهضر عليها شكلها راه باين. غنضيف عليها شي شويه ديال الكمون وشي شويه ديال القزبر يابس حبوب،
انا كيحمقني القزبر حبوب ندخله في جميع المأكولات ديالي، وغنزيد شويه ديال التحميره وايضا شي شويه ديال الثومه محكوكه. ما عطيتكمش القياس والعبار، علاش؟ لانه انا كل واحد وقياسه بشحال ديال المخ غادي يطيب اولا شحال ديال المطيشه. انا حكيت 3 ديال المطيشات، انت ربما تحكي 4 ديال المطيشات، ربما ديري كيلو ديال المطيشه، لان عندك المخ كثير. دائما طيب البلدي كيبقى عينكم ميزانكم. كنحرك ديك المطيشه ديالي باش ندمج ليا مع العطريه، كنزيد عليها شويه ديال القزبر ومعدنوس اللي هما مقرطين، وكنحرك مازال داك الربيع مع ديك مطيشه. شفتوا مطيشه كيفاش ولات معلكه؟ غادي نزيد شي شويه ديال الماء، علاش؟ غير باش نطلق به مطيشه، لانها طيبتها مزيان وولات عندي كي قلت لكم بحال الكومبوت. وصافي غادي طلقتها بشي شويه ديال الماء باش نضيف عليها المخيخ ديالي، المخ ديالي زعما المخ اللي انا قطعت. كنزل دوك الطريفات، نزيد فشي شويه ديال البوطه لان نقصات بزاف. شفتوا المخ اللي قلت لكم فاش خليت فيه الغليه طلعات راه غير من الفوق باش عاوناتني نحيد هذيك الجليده من الفوق، اما الداخل راه باقي هو مازال شاد فراسو، عاد غادي يطيب. كنستفو بحال هكا في المقله، ممكن طيبوه في الطاجين. انا حيت عارفه راسي غادي نزلو في طبيسلات كمرافق مع الضلعه، سينو الا كنت بغيت نحطو كوجبه رئيسيه نطيبوه مباشره في الطاجين. هنا المخ من بعد ما شد ليا راسو من الجهه التحتانيه، دابا غادي نقلبو باش حتى الجهه الفوقانيه حتى هي بغيت تشرب ليا بديك لاصوص طوماط. كنقلبو غير بشويه باش ما يتعجنش، لانه عندي غرضي به انه يبقى هكا معزول، يبقى طريف بطريف ما يتفرتتش. انا راه احسن اكل عندي في عيد الكبير هو الطاجين ديال المخ على هذا الشكل هذا، كنحماق وكنموت عليه. انا ما نكذبش عليكم، المخ يا سلام. مازال المخ ديال الغنميشي شويه كيجيني مجهد على البكري، صراحه كنفضل المخ ديال البكري. صافي وهنا غادي نغطي المقيله. شكون اللي عاقل على الفيديو اللي كنت شاركت معكم فيه الحامض مصير ديال ماما؟ وجربوه بزاف ديال البنات، تلاقيت معاهم في الزنقه وقالوا لي تبارك الله على الحامض ديال الحاجه. انا دابا غادي نحل القرعه قدامكم، النهار اللي صوبناه ما قربنا ليه. شوفوا التسيله، شوفوا معايا التسيله، شوفوا ماما تعطيني واحد المعلقه سيل. غتحيدي هذاك اللي قلت لهم كنغطيو به على هذا هو اللي كنغطيو به الحامض باش كنحميو به الحامض من الفوق. غادي نحيدو هذا، غادي تحيدو هادو، هادو هما اللي كانت عصرات ماما الا عقلتو ما لاحتهمش، قالت لك هذا ما غاديش نلوحو. هذا دابا غادي ناخذ الحامض ونرجعو نغطيو به. اييه شوفو 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 كيما عسل، شوفو شوفو على تسيلة، شتي العسل؟ شوفو مخيخ كي كيجي زوين، ومطيشة كتجي معيلكة. غادي نزيد طريف الحامض هنا، غادي نزيد طريف هنا، وغادي ندير شويه ديال الزيتون. انا بالنسبه ليا هاد المقيله ديال المخيخ ومع شي خبيزه ديال الزرع وكويس تاع اتاي، يا سلام احسن اكله عندي. وهنا غادي ندير شويه المعدنوس من الفوق، غناخد شويه ديال لاصوص ديال الحامض شويه، وغادي ندير لها بحال هكا.
البنات الجداد لأول مرة كيلتحقوا بالقناة وغادي تشوفوني هضرت على الحامض مصير، ربما تسولوني ليه غتقلبوا عليه في القناة غتلقاوه، رفيت ليه شاركتو معكم من قبل. صافي غادي نخليها واحد شوية حتى داك الحامض مصير مع المخيخ يندمجوا ليا مع بعضياتهم وغادي نطفي على المقلة. صافي وانا هنا غادي نطفي على المقلة وغادي نوريكم المخ كيفاش كيجي ما شاء الله، كيجي معلك وديك لاصوص طوماط كتجي واقفة في دامة. ودابا زوينين ديالي غادي ندوزو باش نعمرو البريوات. اللي صراحة بيني وبينكم هاد الحشوة كتجي لذيذة 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 بزاف، وهاد البريوات غادي نرافقهم مع الضلعة اللي حنا عمرنا. انا هنا خديت الورقة الصغيرة خديتها من عند تركي، كلشي دابا ولا كيعرف تركي. خديتها من عندو الصباح، دائما كنديروا الجهه المنسيه اللي كتكون لتحت والجهه الحرشه اللي كتكون الفوق.
هذا هو الشكل النهائي ديال البريوات اللي شاركت معكم اليوم بالحشوة ديال الكفته والرز، كيجيو لذاذ 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 بمعنى الكلمه. كنتمنى انكم تجربوهم، قليتهم وتاخذوا هذا اللون الجميل، وكيف شفتوا معايا في الفيديو اللي فات ديكوريت بهم الضلعه اللي كنت عمرت، وواد يصلحوا لكم صراحه، ماشي غير الضلعه ولا العيد الكبير، يصلحوا لكم من رمضان، يصلحوا لكم هكا في العشاء مع 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 سويبه ولا مع حريره، في اي وقت ممكن انكم انكم تصوبوهم. بصح كيجي ولدات كنتمنكم تجربوهم وتقولوا لي في الكومنتير. ربي لما شوفوا معايا المقيله ديال المخيخ، شوفوا لاصوص طوماط كيفاش كتجي. عاش نقول لكم السر ديال المخ ماشي فيه، السر ديال المخ في الطياب ديال المطيشه. مطيشه خاصها طيب حتى تجي ملكه واقفه في دمها. واحد السيده شحال هذه قالت لي هدى توحشنا ديك ملكه واقفه في دمها، وانا غادي نقولها لك حبيبتي كنتمنى تكوني شفتي الفيديو وباش سمعيني كنقول ملكه وضحكي. انا ما نكذبش عليكم، الحاجه الا ما كانش ملكه واقفه في دمها ما ناكلهاش، وسورتو على البنه انا كنحمق على شي حاجه سميتها البنه. نتمنى هادشي شاركت معكم يكون عجبكم، واش غنقول لكم وفي الصحه والراحه. زوينين ديالي، كنتمنى هاد الوصفات بجوج اللي شاركت معكم في هاد الفيديو يكون عجبوكم ونالوا رضاكم. هاد الفيديو كنبغي نشكر ماما، ودائما غنعاود نشكرها ونبغي نقولها شكرا لانني تعلمت منك بزاف الحوايج. هادشي كامل اللي كنشاركو معكم فانا تعلمته من عند ماما، وهي اللي حفزتني وهي اللي زرعت فيا او حبباتني في المطبخ، وزرعت فيا ديك الروح ديال شي حاجه سميتها لا كويزين. فنبغي نقول لها الله يحفظك ليا والله يخليك ليا، وكيف ما حتى نتوما الله يخلي ليكم مواتكم في هذا العيد، واللي ميمتو توفات الله يرحمها وينزل عليها الف رحمه. هنا الفيديو ديالنا غادي يسالي، ونقول لكم عواشركم مبروك عاوتاني، وما تنساوش الانستغرام ديالي اللي هو صدقي هدى اوفيسيال. والسلام عليكم، تلاقينا بكم فيديو جاي باذن الله. سلامه.